هذا اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك. نحن الآن نقوم بزيارة لهؤلاء الأطفال، هؤلاء الرجال الذي ضحوا بأرواحهم بدمائهم من أجل نصرة سوريا، من أجل رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا باسمي وباسم الشعب السوري نهنئ ذوي الشهداء، أولاد الشهداء، زوجات الشهداء، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير. ودماء الشهداء ما راح تروح رخيصة، بإذن الله قريبا سوف تشرق شمس الحرية في سوريا وترفرف في الراية فوق جبل قزوين. كل عام وأنتم بخير، كل عام وسوريا حرة، وكل عام وسوريا بخير.